بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي بكام سبور وين ما كنتم. آخر أخبار الترجي الرياضي التونسي، وليد كرفالة يحسم الجدل، الغيابات مؤثرة ضد الاتحاد المونستيري، والكاف يعلن عن موعد انطلاق دوري أبطال إفريقيا. أكثر تفاصيل باش تلقاوها معنا في الفيديو، تابعونا للآخر وما تنساوش كالعادة دعم القناة. تدخل الناطق الرسمي في عديد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لتوضيح عديد النقاط المتعلقة بأحداث مباراة الديربي، والحديث أيضا على عديد النقاط التي تخص الترجي الرياضي التونسي. تحدث وليد قرفالة في إذاعة موزايك وتدخل في برنامج الحوار سبور، وقال اللي قالوا كاردوزو يمثل الترجي الرياضي التونسي، واللي قالوا الكل صحيح، وندعم المدرب بتاعنا، وكاردوزو باش يواصل التجربة مع الترجي الرياضي التونسي وما عندنا معاه حتى مشكلة. تحدث على العربي جابر والتصريح نتاعو اللي اثار ضجه كبيره واثار جدل كبير، اللي قال انه الترجي الرياضي التونسي عنده العلاقات نتاعو باش يدخل الجمهور الفلام. فوليد قرفالة يجاوب العربي جابر وقال الكلام هذا ممثله كان هو، ممثلش الترجي الرياضي التونسي، ودخل كذلك صباح اليوم في اذاعه اكسبريس اف ام وجاب على عديد النقاط ابرزها ملف الاجانب في الترجي الرياضي التونسي، تجديد عقود اللاعبين، كذلك تحدث على الانتدابات اللي باش يقوم بهم الترجي الرياضي التونسي وحقيقه عوده سعد بقير وايمن بن محمد للترجي الرياضي التونسي، وتحدث على برشا مواضيع اخرى باش نحكيو عليها ان شاء الله بالنقطه بالنقطه. اولها قال انه اداره الترجي الرياضي التونسي باش تجلس مع اللاعبين اللي تنتهي عقودهم وفى الشهر الجوال القادم بعد نهايه البطوله. تحدث كذلك على ياسين مرياح وقال ماذا بينا ياسين مرياح، ونحبه ياسين مرياح يواصل مع الترجي الرياضي التونسي، واكد على وجود عروض من فرق عربيه كما اشرنا في فيديوهات سابقه. تحدث كذلك على غيلان الشعلالي، محمد بن علي، يعني امين بن حميده، اللاعبين اللي تنتهي عقودهم كما حكينا، قال الاداره باش تجلس معاهم ان شاء الله بعد نهايه البطوله، التركيز كله تو على حسم البطوله والتتويج باللقب هذا، ومن ثم باش نفتحوا ملف تجديد العقود. تحدث كذلك على معتز الزردام وعودته للترجي الرياضي التونسي، مؤكد على انه اللاعب هذا باش يرجع للترجي الرياضي التونسي نهايه الشهر الحالي، يعني بعد 30 جوا معتز الزردام باش يكون على ذمه الترجي الرياضي التونسي وباش يكون على ذمه الاطار الفني، واكد انه معتز الزردام الموسم القادم باش يكون في الترجي الرياضي التونسي رغم الرغبه الشديده من الفريق المصري في تفعيل بند شراء اللاعب هذا. وقال وليد قرفالة انه الفريق المصري يعني عنده منع من الانتداب، واحنا كإدارة الترجي الرياضي التونسي وكإطار فني شتنا باللاعب هذا وقدم مستويات كبيرة في الدوري المصري في الشطر الثاني من البطولة، وبالتالي معتز الزردام باش يكون في الرصيد البشري اللي باش نحضروا به الموسم القادم اللي فيه عديد المسابقات واهمها مشاركة الترجي في كأس العالم للأندية. وحكى زاد على اللاعبين اللي باش يغادروا الترجي الرياضي التونسي، صحيح هو بحكم تحفظه كبير ما ذكرش الاسماء، ولكن من بين الاسماء اللي باش تغادر الترجي السهيلي الدربالي، هذا مزوز باش يغادروا الترجي الرياضي التونسي، واكيد الغرب اللي باش تشمل اكثر من لاعب اخر، ولكن كما قلنا بعد البطوله باش تتضح عديد النقاط المهمه. واكد على الانتدابات انه الترجي الرياضي التونسي باش يدخل الميركاتو هذا بكل ثقه، وان شاء الله باش تكون فما انتدابات في قيمه الترجي الرياضي التونسي، وقال بين الميركاتو الصيف والميركاتو الشتوي ان شاء الله باش نشوفوا لاعبين كبار ولاعبين في قيمه الترجي الرياضي التونسي، وان شاء الله الانتدابات هذه تكون في قيمه الترجي. تحدث كذلك على السوق البرازيليه بعد نجاح يانساس ورودريغيز في تقديم الاضافه للترجي الرياضي التونسي، قال ربما الترجي الرياضي التونسي يتوجه نحو السوق البرازيليه مره اخرى من اجل الانتدابات. كذلك مشكله الاجانب تحدث عليها وقال علاش لا يتم تغيير القانون هذا في البطوله، وماذا بينا احنا كترجي الرياضي التونسي القانون هذا يتغير، لانه بصراحه السوق التونسيه تفتقر وتفتقد للاعبين اللي نجموا يقدموا الاضافه ونجموا يعطيوا البلوس في الترجي الرياضي التونسي. تحدث كذلك على السيد حمد المدب رئيس الترجي الرياضي التونسي، وحكى على انه قاعد يقدم في تضحيات كبيره، تضحيات ماديه من اجل اقناع اللاعبين في الانتدابات، لانه
قال فما مشاكل كبيره في البنيه التحتيه في تونس ومشاكل في البطوله نتاعنا، والصوره اللي قاعدين نشاهدوا فيها والمشاكل اللي نشاهدوا فيها في كل المباريات تقريبا ما تشجعش اللاعبين خاصه الاجانب والا اللاعبين التونسيين اللي نشطوا برا بالعوده للبطوله التونسيه. قال فما تضحيات كبيره ماديه، تضحيات من اجل اقناع اللاعبين في الانتدابات باش يجيو للترجي الرياضي التونسي بعد الشيء اللي شافوه يعني واللي يشوفوا فيه في البطوله. برشا من اللاعبين رفضوا انهم يكونوا متواجدين في تونس، وحكى ايضا على سعد بقير وقال بالمنطق وبالعقل مستحيل سعد بقير يكون في الترجي الرياضي التونسي للاجر اللي تقاضاه يعني في السعوديه وللقيمه التسويقيه العاليه للاعب هذا. قال سعد بقير ابن الترجي الرياضي التونسي وعنده مكانه خاصه في قلوب المكشخين، ولكن ماديا الترجي الرياضي التونسي غير قادر على استعاده او انتداب سعد بقير من جديد. واكد كما قلنا مره اخرى على انه فما انتدابات باش تصير في قيمه الترجي الرياضي التونسي في الميركاتو الصيفي وكذلك في الميركاتو الشتوي استعدادا للهدف الاول وهو المشاركه في كاس العالم للانديه امريكا 2025. وقال نحب تكون مشاركه مشرفه في كاس العالم للانديه تشرف تونس وتشرف الترجي وجماهير الترجي الرياضي التونسي. هذا متابعين الكرام ابرز النقاط اللي تحدث عليهم وليد قرفاله في مداخلته الصباحيه اليوم في اكسبريس اف ام. بالعودة لمباريات الترجي في البطولة الوطنية وفي مرحلة التتويج، الترجي مازال لزوز مباريات ضد الاتحاد المنستيري والنادي اسفاقسي. مباراة الاتحاد المنستيري باش تلعب في ملعب رادس يوم 14 او 15 جوان القادم، مباراة هذه باش تكون دون حضور الجمهور، باش تعرف كذلك غياب الحارس امان الله مميش والمدافع محمد امين بن حميدة لجمعهم للانذار الثالث، وسيكون التعادل كافيا للترجي بالتتويج بالبطولة 33 في تاريخه من البطولة التونسية. نحكيه على المسابقة الإفريقية، إذ أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد انطلاق مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2024-2025 من خلال الدوري التمهيدي الأول والذي سيكون بين 16 و18 أوت القادم، فيما يقام دوري المجموعات ما بين شهري أكتوبر وديسمبر على أن ينطلق الدور الربع النهائي انطلاقا من شهر مارس 2025. هذه متابعين الكرام أبرز أهم الأخبار الخاصة بالترجي اللي تلقاها ديما في قناتكم بكام سبورة، فما تنساوش الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات وتتبعوا صفحتنا على فيسبوك انستغرام تيك توك وتويتر.